ودع لاعبي فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يوم الأربعاء زميلهم المدافع الشيخ إبراهيم كومارا بطريقة جد مؤثرة خلال آخر حصة تدريبية أجراها اللاعب رفقة المجموعة. وقام مجموعة من لاعبي فريق الوداد الرياضي بتوديع المدافع كومارا الذي غادر الفريق خلال مرحلة انتقالات صيفية الحالية بطريقة مؤثرة. وكان المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي قد فك ارتباطه مع المدافع كومارا بعدما بات خارج مفكرة المدرب حسين عموتة. وتمنى لاعبي فريق الوداد الرياضي مسيرة موفقة لزميلهم السابق في مشواره الكروي. وعمد كل من الحارس رضا التقنوتي بتوديع المدافع المذكور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، إذ نشر صورة لكومارا وعلق عليها بالقول شكرا على كل شيء أخي. كما ودع مؤيد اللافي كذلك بكتابة حظ موفق صديقي، وقال يحيى عطية الله شكرا على كل شيء، بالتوفيق يا صديقي.